نعم، السيد الكاظمي بصفته رئيس الوزراء في العراق عموما بعث ببرقية تعزية إلى رئيس إقليم كردستان. إضافة إلى ذلك هناك جملة من الأمور قد عرضها السيد الكاظمي على البرزاني، منها أن وزارة الموارد المائية ووزارة أيضا العمل والشؤون الاجتماعية لديها القدرة والاستعداد على احتواء هذا الموقف، موقف الفيضانات، وأيضا على المساعدة ضمن كوادر المؤسسات الحكومية في سبيل خروج إقليم كردستان وأربيل على التحديد من هذه الأزمة. أزمة الفيضانات هي الثانية التي تضرب العراق خلال هذا العام، وخصوصا مدينة أربيل. لذلك هناك يعني جهود حكومية أعلنت أنها مؤسسات حكومية أعلنت بأنها مستعدة لحالة الطوارئ في حال حدوث الفيضانات. إضافة إلى ذلك أيضا وزير الموارد المائية زار سد سامراء وقال بأنه في حال حدوث أو في حال وصول تلك الفيضانات فإن يعني هناك إمكانية لتغيير مسار تلك الفيضانات والسيول إلى بحيرة السرسار والوقوف عند احتواء هذه الأزمة. المساعدات أيضا ستتضمن مساعدات طبية، مساعدات غذائية، مساعدات مالية يمكن أن تقدم من الحكومة المحلية إلى حكومة إقليم كردستان للضحايا الذين ذهبوا نتيجة هذه السيول أو حتى للمتضررين من هذه السيول والفيضانات. نعم محمد فاضل مراسل الغد، كنت معنا من بغداد، شكرا لك.